شخصية يسوع المسيح لم يقل شيء إلا وفعله المسيح علم عن الغفران فغفر لصالبيه وهو على الصليب صلى إلى الآب وقال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون فإذا المسيح مارس هذا الغفران على الصليب ويطلب من الله الآب أن يغفر أيضاً للصالبين للناس اللي عم تصلب فيه وعم بتقتل فيه ما أروع هذا المثل بنقرأ عن استفانوس أول شهيد في المسيحية قال نفس العبارة يا يا أبتا لا تقم لهم هذه الخطية صلّى للرب أن لا يقم لهم هذه الخطية فالغفران أقصد قوة الغفران في قوة مغيره مؤثره فعاله ديناميكيه في موضوع الغفران وبعتقد لو منمارس موضوع الغفران في حياتنا اليوميه وفي حياتنا العمليه منشوف في شفاء كامل في جسد المسيح يسوع يقول صلوا بعضكم لاجل بعض اغفروا بعضكم لبعض وصلوا بعضكم لاجل بعض لكي تشفوا فعندما تصلي من اجل الغفران فانت تحصل على الشفاء الداخلي والشفاء الخارجي ايضا